السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عادة فاش كنبغيو نديرو الترجمة كنمشيو لجوجل وكنكتبو التراديكسيون، كتخرج لنا هاد السيت هادي، كنكتبو هنايا التكست اللي بغينا نترجموه، ثم كنختارو هنايا اللغة فين بغينا نترجموه. اليوم في هاد الفيديو غادي نوريكم واحد الطريقة أخرى تخي بروفيسيونال باش نترجمو لي تكست ديالنا اللي بغينا نترجموهم. فمثلا إذا جانا شي ميساج بالانجليزيه لا بواط مويل ديالنا، يكفي اننا نسيليكسيونيو هذاك التكست اللي بغينا نترجموه بلا ما ننقلوه، نديرو لي كوبي ونديوه لجوجل باش نترجموه. كنسيليكسيونيو هذاك التكست اللي بغينا نترجموه، ثم كنكليكيو على كونترول ثم سي جوج المرات. كونترول كنبقاو باركين عليها، سي كنكليكيو عليها بالزربه جوج مرات، وهكذا كيخرج لينا اوتوماتيكمون هذاك التراديكتور، ثم كي هو كيخرج لينا هذاك الشيء اللي سيليكسيونينا هنايا في هذه الجهه هذه، ثم كيعطينا اوتوماتيكمون اللغه اللي كنبغيو نترجمو ليها التكست ديالنا. كاين عده لغات، للاسف العربيه ما كايناش في هذا اللوجيسيال، ولكن اللغات الاخرى بحال الالمانيه، الهولنديه، الايطاليه، الاسبانيه، اللغات الاوروبيه، معظم اللغات الاوروبيه كاينين، وكذلك اللغات الآسيوية اللي معروفين بحال اليابانية ثم الصينية. ثم وكذلك فيه واحد لوبسيون جديدة، باغ اكزومبل إلا بغيتي تكتب شي ميساج لشي واحد بغيتي تكتبو ليه بالإنجليزية ومعرفتيش، يمكن لك تكتبو غير باللغة الفرنسية. باغ اكزومبل إلا بغينا نكتبو هنايا، نكتبو شي ميساج هنايا باللغة الفرنسية، كتكتب هذا الميساج اللي عجبك، ثم كتسيليكسيون هذاك التكست، كدير كونترول سي، كونترول كتبقى بالك على كونترول والسي كتكليكي عليها جوج المرات بالزربه، كيخرج لك هذا الميساج ديالك، كيخرج لك باللغه الانجليزيه. ثم بلا ما دير له كوبي كولي، كدير غير انسيغي، وكيعوض لك هذاك الميساج اللي كتبتيه باللغه الفرنسيه، كيعوض لك باللغه الانجليزيه، وديك الساعه تقدر تصيفطو. فهاد لابليكاسيون فهي مهمة، كذلك كترجم لك أي تكست بغيتي بأي تكست في أي سيت اللي بغيتي. مثلا باغ اكزومبل كنت كنقرا هاد السيت هادي وما فهمتهاش، بغيت مثلا نترجمها للغة اللي بغيت، كنسيليكسيونيها ثم كندير كونترول سي، كنكليكي على جوج المرات، وكيخرج لي هاد تراديكتور اللي غيترجم لي مثلا هذاك التكست مكتوب فرونسي بغيت نترجمو للونجلي، ها هو كيعطيه لي هنايا. ويمكن لي كذلك نقدر نترجمو لأي لغة أخرى، مثلا الألمانية أو أي لغة اللي كاينة هنايا. إذا باش هاد لابليكاسيون سميتها ديبل، هي ديبل، فقط كتمشي لجوجل كتكتب ديبل، ومن هنا كتليشارجيه في السي ديالك، فهو غراتوي، وفيه لا فيرسيون بيونت. بالنسبه فيه بزاف ديال الحوايج، عاوتاني فيه لا فيرسيون بيونت، ولكن غير لا فيرسيون اللي هي غراتوي راه سيفيزونت باش تترجم لك اللغات، معظم اللغات اللي معروفه على الصعيد العالمي. إذا كنتمنى نفيدكم بهذا الفيديو، شكرا على المتابعة ديالكم. اللي عنده شي تساؤل يكتبوا لنا في لي كومونتير، وكنطلب منكم ديروا لنا اشتراك في القناة اللي مازال ما دارش لينا اشتراك في القناة، يدير لينا اشتراك في القناة، لأنني كل ما بانت لي شي حاجة مزيانة كندير لها فيديو على هذه القناة ديالي. شكرا لكم وإلى اللقاء.